أنه هيئة المحامين وعلى مبدئية المواقف الآن تعتبر وقف قوية، تناشد رئيس السلطة التنفيذية أنه تعطيه السلطة التشريعية أنه ينقح المجلة العسكرية، فيه يعني خطورة كبيرة على خلف وفق متابعين. ولأهمية الجرم الآن هذا النقش، وفيه أنا سابقا أن كان معنا الأستاذ نور الدين بحير وزير العدل وناقشناه، لأنه الآن مش كان اللي سمحني سيف الدين مخلوف، خوفي على نفسي أنا وخوفي على الصحفيين وعلى المدنيين أن تحاكم بالمجلة العسكرية التي بقيت سيفا مسلطا على رقاب كل النشطاء الحقوقيين أستاذ أنور علي، أليس كذلك؟ هو الحقيقة نعلم أن هناك مبادرات حصلت لتغيير مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وأن تكون حكرا على محاكمة العسكريين دون سواهم إعمالا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. لكن للأسف أعلم أن مبادرة ائتلاف الكرامة مثلا بقيت في الأدراج وبقيت بمكتب المجلس ولم يحدد لها موعد للتداول أو للنقاش، وهذا من المسائل للأسف اللي تعتبر نقائص في مجلس النواب الذي حله رئيس الجمهورية بعد انقلاب 25 جويلية. لكن ما أقوله أنه حتى في ظل القانون الحالي الموجود، الفصل 5 من مجلة مرافعات العقوبات العسكرية والفصل 22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، المحكمة تعسفت في تفسير القانون وزجت بمدنيين في محاكمات عسكرية، والحال أن ذلكم الفصل في الفصل 22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي يتحدث أن المحاكم العسكرية تكون مختصة فقط حينما تكون القوات الحاملة للسلاح هي المتهمة، يعني أثناء فض التجمهر والتظاهرات والاعتصامات والتجمهر، حينما يحصل مثلا جريمة قتل أو إطلاق نار أو اعتداءات تحصل فيها جروح للمتظاهرين أو للمحتجين، حينها نذهب إلى المحكمة العسكرية. وحينما وضع القانون الأساسي هذا سنة 1982 سئل آنذاك وزير الدفاع وسئل وزير الداخلية، فأجابوا أن ذلك أكثر يضمن أكثر سرية للأعمال أعمال الأمن التي تتطلب بعض السرية وألا تكون متاحة في المحاكم العامة، فبالتالي هي نوع من الحماية لعون الأمن فقط أمام المحاكم العسكرية. ودليل ذلك أنه قبل تنقيح 2011 كانت هناك فقرة ثالثة ورابعة في الفصل 22 تتحدث عن تغيير التركيبة، تركيبة الهيئة الحكمية التي ستنظر، بإضافة عوني أمن يراعى فيهما أو في تعيينهما رتبة العون المتهم أو ذي الشبهة، ولم يتحدث الفصل أو القانون الأساسي لسنة 1982 عن عون الأمن المتضرر بتاتا. ناهيك أن كلمة طرفا يقول تحال على المحاكم العسكرية القضايا التي يكون أعوان الأمن طرفا فيها حين فض التجمهر أو الاعتصامات وكذا، كلمة طرفا تعني فقط أطراف القضية، وأطراف القضية آنذاك في المحكمة العسكرية في سنة 1982 هم فقط المتهم والنيابة العسكرية، لا وجود للمتضرر، لأننا لم نكن نقوم بالحق الشخصي أمام المحكمة العسكرية إلا بعد تنقيح 2011 حينما صارت أحداث الشهداء وجرحى الثورة، فمكنت العائلات من القيام بالحق الشخصي أمام المحاكم العسكرية. أما قبل ذلك وحين سن الفصل 22 الذي تتشبث به المحاكم العسكرية لعقد اختصاصها لم يكن أصلا هناك قيام بالحق الشخصي، وبالتالي ليس ولا يمكن اعتبار المتضرر طرفا في القضية، طرف القضية فقط هم النيابة العسكرية والمتهم. وبالتالي رأينا أيضا حكما أخيرا صدر في قضية الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، كانت تذكره منذ بضعة أشهر في قضية الاستئناف هذيك في المحاكم اختطاف الأستاذ نور الدين البحيري ونقاشه مع الأمنيين في بنزرت أمام المستشفى، تخلت المحكمة العسكرية لعدم الاختصاص، والحال أنها تعهدت في الأصل بنفس الفصل 22 من نظام الأساسي. فمرة هل نخزر للوجوه الفرق العام
وإلا هناك كيل بأكثر من مكيال، لابد أن يكون هناك مساواة أمام القانون بين كل الناس، من نحبهم ومن لا نحبهم، من يرقون لنا ومن لا يرقون لنا، ولابد أن يطبق القانون على الجميع، كما قال سيدنا عمر لأبو موسى الأشعري حينما ولاه القضاء: آتي بين الناس في وجهك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يأس ضعيف من عدلك.